السلام عليكم، رجعت لكم اليوم بفيديو جديد. فيديو راح نحكي على السعر تاع بلاي 3 في الجزائر شحال راهو يدير. قبل ما نشوف سعر البلاي ستيشن هذا ونهضر عليه، متنساوش تشتركوا في القناة إذا مكنتوش مشتركين. ديروا جيم فيديو الانستغرام تاعي تقفلو صح، ديرو لي ابوني ونبدا. قبل ما نهضروا على السعر تاع الكونسل هذايا، راح نقول لكم على النسخة اللي راح نهضر لكم على السعر تاعها كيفاش تلقاوها دايرة. أول حاجة على حسب الحالة تاع الجهاز، إذا كانت نظيفة ولا جيدة غنتلقاو بالبريح نهضر لكم عليه. ثاني السعر تاعو حيكون على من ناحية الألعاب اللي يجو به، وعلى حسب شحال من مانات معاه وشحال الإكسسوارات اللي يجوك معاه. الأغلبية تاعهم راح يكونوا مفلاشين، سما قليلين تلقى ماشي مفلاشي. وبالنسبة لي سكتوني إذا تقدر تلقى زعما نسخة جديدة تاع بلاي ستيشن 3، ما تلقاش تلقى كاع النسخ مستعملين، سما هذه عندهم مدة من حبس التصنيع تاع بلاي كاتو وما تلقاش جديد. بالنسبة ثاني الألعاب اللي جو بيه كيكون ماشي فلاشي، يعني كيكون فلاشي من الألعاب يجو لداخل كيكون ماشي فلاشي، راح يكونوا بأقراص تاعو يزيد البري تاعو. بالنسبة للسعر تاعو شحال تقدروا تلقاوه؟ السعر تاعو تلقاوه يدور من 2 ملايين حتى 2.5 ملايين. كي تكون الحالة كيما قلت لكم تكون الحالة تاعو نظيفة وجيدة ويكون بحالة مليحة، يمشي الألعاب مليح ما يكونش فيه مشكل. وثاني إذا كانوا إكسسوارات زيادة معاه حيزيد البري تاعو، وإذا كانت مكونات زيادة ولا حيزيد زايدين معاه راح يزيد البري تاعو. وهذا كان فيديو اليوم، ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو ده وفتكم به. ما قلت لكم ديروا جيم فيديو الانستغرام تاع تخلصوا صح لي ابوني، اشتركوا في القناه مشتركين. نتلاقوا في فيديو جاي ان شاء الله، والسلام عليكم.